السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في قناة كوكب الأرض وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمني وكلمني فعلا وقال لي وبتاع، بس انا ولا قلت لابويا محمد رمضان بيتكلم يعمل نمرة. يعني انا عارفه، اصل صاحب محمد رمضان صاحبي من زمان يعني، واعرفه كنا شلة واحدة من زمان. هو بيكلمني كان بيستعبط يعني انا بقولها، بس انا بقولها عشان بالعشم، هو بيهزر يعني. انا ولا قلت لابويا طبعا ولا اي حاجة خالص بالحاجات دي، ليه؟ لان هو هو كان مستعد يطلع اساسا، مش عايز فلوس، هيطلع ضيف شرف يعني، لا لا عشان يكتب في تاريخه، هو عايز. لا هو بيعمل نمرة بس، ما فيش حاجة. صرح الفنان محمد رمضان انه يتمنى العمل مع الفنان عادل امام، وانه بالفعل اخبر الفنان محمد امام سابقا انه مستعد لتقديم دور ضيف شرف في احد اعمال الزعيم، لان ذلك يعد وساما في تاريخه، الا انه لم يتلقى رد على عرضه. ورد محمد امام على هذه التصريحات خلال حوار مع الصحفي ربيع هنيدي موضحا انه بالفعل تحدث اليه، الا انه لم يخبر والده بتفاصيل المكالمة، قائلا انا ولا قلت لابويا محمد رمضان بيتكلم يعمل نمرة، يعني كان مكلمني بيستعبط، يعني انا بقول لهم بالعشم، هو كان بيهزر يعني. أضاف إمام إنه كان قريبا من رمضان أصحاب شلة واحدة مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ألا إن ظروف الحياة فرقتهم، ولكن لا يزال يستمع إلى أغانيه التي يتألق فيها.